أكدت الدكتورة أمل الغانم استشارية طب العائلة أخصائية السكري خلال مداخلة مرئية في برنامج بكم نعود، أكدت وجود دراسة علمية تؤكد أن فيروس كورونا يرفع مستويات السكر في الدم عند مرضى السكري. ممكن يكون فيروس كوفيد-19 قام بمهاجمة خلايا البنكرياس، خلايا بيتا، وأدى إلى ارتفاع في معدلات السكر. أو قد يكون السبب إلى أن نفس الفيروس هذه يمكن ما هو هاجم خلايا بيتا، بس قام بمهاجمة الأوعية الدموية اللي تغذي البنكرياس والتي تغذي خلايا بيتا، فأدى إلى نزول أو تقليل إفراز الإنسولين بالدم وبالتالي ارتفاع معدلات السكر. كذلك الأسباب ممكن تكون نتيجة للقلق. نعرف أن إحنا في حالة القلق كثير من الأشخاص ممكن يصير عندهم ارتفاع في هرمون الكورتيزول. الهرمون الكورتيزول نفسه يتضاد مع عمل هرمون الإنسولين بيؤدي إلى ارتفاع في معدلات السكر. كذلك هناك ممكن تكون ترجح إلى أسباب أخرى. هذه الأسباب تعود على أن ممكن يكون طبعاً نتيجة استخدام بعض الأدوية لعلاج مضاعفات كوفيد-19 اللي هو استخدام ديكساميثازون هو الكورتيزون في النهاية، وبالتالي يؤدي إلى تقليل من كفاءة هرمون الإنسولين بالدم وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر بالدم.